قام الباحثون في جامعة وأسو الطبية بتوليد مشاهدات تفصيلية داخل سرطانات المرضى في ثلاثة أبعاد، وتكشف الخرائط الجديدة عن بنية الورم ووظيفته وصولا إلى الخلية الواحدة، وكيف يمكن أن يتغير كل ذلك عندما ينتشر الورم في الثدي وتكون الخلايا السرطانية في الخلايا المناعية الحمراء والخضراء والخلايا الداعمة التي تسمى سدى الورم بيضاء اللون. وقد وجدوا أن الأورام منظمة في مجاورات ذات طفرات مختلفة تدفع نموها، ومن المحتمل أن تحتاج إلى استراتيجيات علاجية مختلفة. هنا انتشر الورم الكوريالي إلى الكبد، حيث تخترق الخلايا السرطانية الحمراء حاجز الخلايا المناعية الخضراء وتغزو الكبد الوردي الصحي. حسب بالنسبة للمؤلف الكبير ليدينغ من طب الوشيو، يمكن أن تساعد هذه المعرفة في التنبؤ بما إذا كانت العلاجات المناعية أو غيرها من العلاجات الدقيقة ستكون فعالة، وتمهد الطريق لاستكشاف أساليب جديدة لعلاج السرطان. يرجى الاشتراك بالقناة على اليوتيوب والفيسبوك علوم طبية وتكنولوجيا. شكرا للمتابعة.